اهلا وسهلا. تتنفذ الركنية وبرخيصة والهدف الأول، والهدف الأول لفريق الترجي سوفاسكي خلاف. التنفيذ والهدف الثاني، والهدف الثاني لفيتا ترجي ريال سوسي، هدفين لصفر في 7 دقائق لعب. تفرج ما عندي ما نجم نقول لك. حبيت ماركي انت مش مهم بيت التراجي ماركي هذاك المفيد ليسونسيال. كل لاعب يلزمه باش يلعب. شنو هي اللعبه لازم ماركي بونتويت، لازم سبرونس ماركي بونتويت، سواء يكون عبد القادر ولا هذا برخيصة ولا محجوبي ولا عيادي اي لاعب فهمته. المهم نخرجوا رابحين في المقابله هذه. دفاع فريق الزمالك كيف لقيت؟ شوف راهو المدافع الدفاع نتاع فريق الزمالك جاب شي دفع على حظوظ الفريق وحظوظ بلاده ويحب يكون في مستوى محترم اللي باش يخليه يدافع على الشباك نتاعو وما يقبلش اهداف. انا حبيت العكس. انا حبيت نقول لك معناها الحوار كان بدني ياسر. طبيعي بدني وبسيكولوجي، يعني يلزم اللاعب يكون في مخه يكون مرتاح اكثر، اللي باش يتحكم في اعصابه اكثر هو اللي لخص الحكايه في كلمتين والبقيه ترويها عدسة الزميل رضا سريب. رائعين رائعين. تتنفذ الركنية وبرخيصة والهدف الأول. ما كملناش مازال تخلط الكرة وفما الهادي برخيصة بالكرة في وسط الدفاع. هادي برخيصة هادي برخيصة هادي برخيصة والهدف الثالث والهدف الثالث. قول حسن الجافي برافو 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 علي علي.